السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا مشاهدينا الأحبة. بعد إكمال الاستحقاقات الدستورية، اليوم الواقع السياسي يشهد الاستعداد لتهيئة الكابينة الوزارية وآلية اختيارها وفق الشروط اللي وضعها رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني، لكن المخاوف تحيط بهاي الحكومة المقبلة لما راح تواجهها من تحديات وصفتها الأوساط السياسية على أنها خطرة وكثيرة، خصوصا بعد ما اتضح للرأي العام من ملفات فساد مالية وهدر أموال. بالتالي الحكومة المقبلة راح تبذل قصارى جهدها وتستغرق كثير من الوقت حتى توقف المنظومة السياسية على أقدامها، وبالتالي راح تسير وفق الخطط المرسومة إلها. أما بالجانب الآخر من ملفات حصادنا لهذه الليلة، ما تمر سوى أيام معدودات على الضجة الكبيرة اللي أحدثتها عملية اختلاس أمانات ضريبة مودعة لدى مصرف الرافدين، حتى قدم وزير المالية وكالة استقالته. سطور عديدة برر فيها الوزير المستقيل أسباب هذه الخطوة بعد أن ضيق عليه الفضاء السياسي إمكانات العمل المالي بحسب تعبيره، فما يزيد عن ملياري دولار سرقت من قبل شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ بحسب تحقيقات داخلية في وزارة المالية دون تفاصيل إضافية. تجري هذه العمليات اللي وجدت بيئة خصبة خلال السنتين الماضيتين، هذه المقدمات جعلها رئيس الحكومة المكلف في سلم الأولويات لكبح جماح الفساد المتغلغل في جسد المؤسسات. إذن مشاهدين، هذين الملفين المهمين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. الكثير من الخطط اللي رسمت لخارطة طريق الحكومة الجديدة من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني يعدها المراقبون بالخطط الواقعية اللي من شأنها أن تعدل مسار العملية السياسية، لكن يرون أن هذه المسارات ربما يعيقها المتربصون من الداخل والخارج، بالتالي تجعل المشاكل تشوب الكابينة الوزارية وأيضا تعطيل عمل المنظومة السياسية أو عرقلتها. خلونا نتابع التقرير اللي أعدته لنا زميلتنا نهى الشمري، وبعدها نفتح محاور الحديث مع ضيوفنا الكرام. وفقا للسياقات القانونية والدستورية التي انبثقت على ضوئها الاتفاقات حول ترشيح رئيس الوزراء الجديد محمد الشياع السوداني صاحب التأريخ السياسي الذي شغل فيه عدة مناصب، بدءا من قائم مقام مدينة العمارة منتهيا بتسنمه منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، لكن اليوم أصبح أمام تحد كبير بضرورة معالجة تراكم ملفات الفساد التي صعب على الحكومات السابقة حلها. تركة ثقيلة ورثها السيد محمد الشياع السوداني، بالتالي هنالك الكثير من الأزمات خلفتها الحكومات السابقة والحكومة تصرف الأعمال، ولا يعتقد أنه مهمة محمد الشياع سوف تكون سهلة، بالتالي تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى دعم كبير وصبر حقيقة وإعادة نظر في كل الخطط والمشاريع التي تم تعطيلها. ثقل المرحلة المقبلة يكمن في تعدد وجهات التحديات التي تعترض طريقة تنفيذ المنهج الحكومي، فبحسب رؤى المراقبين من الممكن أن بعض الأطراف التي كانت ضمن دائرة المنظومة السياسية تعترض مشروع إكمال الكابينة الوزارية لغايات شخصية أو ربما رؤية خاصة بوضع العصا في عجلة مسير الحكومة المقبلة. الأمر متروك لهم، إذا بالتالي إذا كانوا مصرين على المعارضة أو عرقلة تشكيل الحكومة والذهاب إلى تشكيل الوزراء وتسميتهم، من الممكن أن يكون هذه المعارضة هي معارضة رقابية، معارضة شعبية كحالة حال المظاهرات، باعتبار أن الدستور العراقي كفل المظاهرات. السيد الشياع السوداني جدير أن يتعامل معهم، بالتالي جميع الأمور القانونية موجودة، لا سبيل قانوني أمامهم باعتبارهم لا يمثلون جهة سياسية داخل الحكومة. تصريحات من داخل الوسط السياسي تشير إلى آلية اختيار الكابينة الوزارية وفقا لشروط النزاهة والكفاءة،
كما استشار السوداني الفرقاء السياسيين قبل طرحه للتنفيذ. وعلى هذا الأساس يرى المراقبون أن هناك من يتربص بالعمل الجاد من الخارج والداخل لعرقلته دون تنفيذ. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيوفي الأكارم، ينضم معي عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور حامد المطلق، رئيس حزب الحوار والتغيير من بغداد. حياك الله دكتور حامد. وكذلك ضيفا كريما في الاستوديو الاستاذ علي فضل الله، المستشار الاعلامي لحركه حقوق. حياك الله استاذ علي ضيفا كريما. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بك. دكتور حامد، ابدا مع حضرتك، نتحدث عن الخطط الكثيره والكبيره اللي وضعتها الحكومه. بالتالي هذه الخطط اللي وضعت من قبل المكلف، يعني وسمها المراقبون بالخطط الواقعيه، ترى ايش قد راح نشوف واقعيه هذه الخطط وسط ما نتعرض له من نخر، هسه ما بدنا نقول انهيار في المؤسسات، ولكن نخر كبير وكثير في اغلب مؤسسات الدوله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك اخي الكريم ولقناتكم الكريم والاخوه المشاهدين والاخوه الضيوف. حياك الله. الذين سوف يشاركون معنا في المناقشه. يعني حقيقه اخي الكريم، الوضع ليس بالامر السهل. وأنت تعلم ويعلم الجميع أن الأمور يعني تقريباً أخذت جانب من التردي والانكماش في كل مناحي، يعني في كل مؤسسات الدولة وفي كل مناحي حياة المجتمع. يعني البرامج التي توضع حقيقة توضعها الحكومة وتعد بها شيء جيد، والشعب العراقي كله ينتظر أنه تكون هذه البرامج وهذه الوعود هي وعود واعدة فعلاً ويمكن أن تحقق. لكن بالتأكيد لو نظرنا للواقع لا يمكن تحقيق كل هذه يعني الوعود وكل هذه المشاريع التي يعيدون بأن ينفذونها. نحن في أمس الحاجة لمشاريع جادة ومشاريع صادقة ومشاريع ممكن أن تنفذ، لكن واقعنا حقيقة يمنع تنفيذ مثل هذه المشاريع ومثل هذه الوعود. ومع كل ذلك نحن متفائلون حتى بالحد الأدنى لو يتنفذ مثل هذه الوعود في معالجة موضوع الفساد، في موضوع تحسين الخدمات، في موضوع تحسين البطالة، في موضوع تحسين التعليم، في تحسين الوضع الاقتصادي، في انتشار يعني المجتمع من حالة الإرباك والفوضى التي يعانيها. هذه أشياء جيدة، حتى لو تحقق منها نسبة بجد وصدق وإخلاص هذا شيء جيد. طيب أستاذ علي فضل الله، جزاك الله خير، بحضرتك لما نتحدث عن لربما من نواخر الدولة العراقية، الفساد، الإهمال، غيرها من هذه المسائل، يعني تجذرت يعني منذ دخول الأمريكان إلى بغداد وأصبحت هنالك منظومات للفساد. هل يستطيع أي مكلف أو أي حكومة من مسك العصا السحرية والقضاء على هكذا فساد في مؤسسات الدولة؟ نتحدث عن التحديات اللي راح تواجه المكلف. تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد، للضيف الكريم. لا قطعا، يعني إحنا إذا تكلمنا بواقعية بعيدا عن المثالية، الخطوة المهمة القادمة في حكومة السيد محمد الشياع إذا تم حقيقة بإذن الله تكليفه، فالخطوة الأولى، وهذا حقيقة ما تكلمنا يعني وياه شخصيا، والرجل هذا الموضوع حاضر في ذهنيته وفي تخطيطه، هو تحجيم الفساد، المال والإدارة، وليس القضاء على الفساد، المال والإدارة، باعتبار جنابك أشرت تكليفه رسميا غير بعد يعني بإذن الله، قصدنا إلى الثقة يعني بإذن الله. احنا بعد عندنا مرحلة عندما يقدم الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي، نعم، فهذه المرحلة تبدأ حقيقة، يبدأ عمل الحكومة. الرجل يضع في حساباته الحسابات الدقيقة، الرجل من خلال لقائنا وياه بأكثر من مرة يتعامل بواقعية مع البيئة السياسية. الأهم من كل هذا أستاذ أحمد، احنا عندنا مشكلة حقيقة، فشل الحكومات من نجاحها هو مرهون بالإرادة السياسية على أقل التقادير، باعتبار احنا قريبين من قوى الإطار التنسيقي. الآن القوى الإطار التنسيقي هي تضع في حساباتها غير مخيرة بالنجاح، بل يجب أن تنجح. وهذا اللي يجب أن تنجح أعتقد أيضا حاضر في ذهنية السيد محمد الشياع، والرجل تكلم بكل صراحة ابتداء مع الجهة اللي رشحته، قوى الإطار الشيعي التنسيقي، وكذلك تكلم مع عموم القوى السياسية، أنه أي أمر خارج سقف الدستور والقانون لن يكون حاضر في حكومة السيد محمد الشياع. لذلك المتوقع أن تكون لديه خطوات إيجابية للبدء. يعني شوف، دائما أمثل أنا باللقاءات سيد أحمد، عملية الفساد المالي والإداري شبيهة بعملية الإنسان اللي يتعرض إلى حادث دهس خطر جدا، أول ما ينقل للمستشفى
ما تروح ما يودون للعمليات، اول ما يسوون له هو عمليه السيطره على النزف، ثم يذهب الى غرفه العمليات لمعالجه الاصابات. اللي راح يصير بالحكومه القادمه هو العمل على معالجه حاله النزف الكبيره اللي تعرضت لها الدوله العراقيه في المراحل السابقه، وهذا الموضوع ايضا حاضر في ذهنيه السيد محمد الشياع، لذلك اعتقد ان تكون لديه خطوات ايجابيه واضحه المعالم ايجابا على عمل الدوله العراقيه في المرحله القادمه، طبعا بالتعاون ابتداء مع قوى الاطار التنسيقي التي فوضته بمطلق الحريه لاختيار ما يراه مناسب من ادوات ومن وسائل لنجاح الحكومه القادمه، بالاضافه الى ذلك اتوقع انه عموم القوى السياسيه ستكون متعاونه مع السيد محمد الشياع، والا الاطار الان يمتلك اريحيه كبيره جدا داخل البرلمان، فساد اي وزير او اي وزاره او تلكها بتحقيق البرنامج الحكومي قطعا سيجابه باقاله من قبل السيد محمد الشياع بالتعاون مع قوى الاطار التنسيقي هذا اذا لم تتعاون معه باقي القوى السياسيه. طبعا ارحب في هذه الاثناء بضيفي الكريم في الاستوديو الاستاذ كامل الكناني الخبير الاعلامي، حياك الله استاذ كامل. نتساءل عن التحديات التي تواجه السيد المكلف من الداخل وبعدين نتحول الى تحديات الخارج، ولكن الفساد هذه الآفة الكبيرة تحدثنا عنها، ولكن ماذا عن بقية ما رصده المراقبون حول التحديات اللي راح تواجه مرحلة التكليف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا ضيفك الكريم ومشاهدي قناة الأيام الطيبة. كل التحايا. بالحقيقة التحديات كثيرة، والتركة التي استلمها السيد السوداني تركة ثقيلة، ولا يمكن يعني القفز على الواقعيات بالأماني، هنالك سياسة واقعية يحتاج لها السيد السوداني، سياسة الصبر والاستفادة من عناصر القوة التي يمتلكها وشجاعته وخبرته وقدرته الإدارية، هو مقتدر إداريا وهو شجاع وهو ابن هذه المؤسسة الحاكمة الآن، هو تنقل في أكثر من موقع وزاري، وبالتالي يمتلك أدوات قادرة على حلحلة الكثير من المشاكل، ولكن المشاكل صعبة، هنالك رغبة يعني حزبية من بعض القوى السياسية في عدم إنجاح مشروعه، ولكن يستطيع معالجتها بالكتلة البرلمانية الكبيرة الداعمة له، هو يمتلك كتلة برلمانية كبيرة تتيح له تمرير ما يريده من قوانين وتتيح له تنفيذ ما يريده من سياسات. إذن هنالك تحديات حقيقية وهنالك إمكانات واقعية. أنا أعتقد أن الخيار الشعبي الآن داعم دعاء المؤمنين والطيبين والصالحين، وأمهاتنا وآبائنا ودماء الشهداء ستكون بركة تحيط بهذا القائد الذي تصدى في هذه المرحلة الحساسة. التعب الذي أنهك السياسيين والأحزاب والجمهور والشارع والمشاكل التي مر بها المشروع السياسي على مستوى سنة ماضية من الأزمات الشارعية والسياسية وغيرها، كلها تدفع باتجاه تحويل السيد السوداني إلى مخلص، تحويل السيد السوداني إلى منقذ. المشاكل كثيرة، لا أريد أن أتفاعل بلا واقعيات، ولكن أنا متأكد أن السيد السوداني يمتلك أدوات قوية. اليوم على سبيل المثال لقاءاته على مستوى الدعم الدولي، ممثلة الأمم المتحدة، السفير البريطاني، مجموع الشخصيات التي هنأته والسفارات التي باركته، يكشف عن وجود دعم دولي قوي لحكومته. كان هنالك تصور أن المجتمع الدولي لا يريد حكومة إطارية، أثبت الواقع غير ذلك. هذه كلها أدوات قوة، الأكثرية البرلمانية، شخصية السوداني، التعب الذي مر به العراقيون خلال السنة الماضية، الدعم الدولي، كلها عوامل قوة وعوامل نجاح تساعده إن شاء الله تعالى في إنفاذ وتنجيز وعوده وسياساته التي يريد تنفيذها ان شاء الله. دكتور حامد المطلق، يعني استمعت لما تفضل به ضيوف الكرام، رغم كل هذه العوامل الايجابيه ولكن لا زلنا نتحدث عن التحديات. سيد كامل الكناني فتح لنا موضوع التحديات الدوليه، وان كان بين الجوانب الايجابيه الدعم الدولي، ولكن ايضا نتحدث عن جزئيه التحديات اللي راح توفرها هذه الجهات، يعني هنالك معرقلات، ناس متربصين، أجندات خارجية تتحكم في المشهد السياسي في الإقليم عموما وليس في العراق خصوصا، هذه شو راح يكون تعامل العراق ويا هكذا ملفات؟ يعني شوف أخي الكريم، بأمانة نتكلم الواقع، الموضوع أبدا ليس بالأمر السهل على الإطلاق.
يعني العراقي يعاني ما يعاني، يعني من وضع داخلي ومن وضع خارجي أيضا يتدخل في الشأن الداخلي. ولكن الآن أنا من كما تفضل أحد الأخوة يعني المشاركين، أعتقد أن الشعب العراقي عموم الشعب العراقي سوف يكون الداعم للسيد محمد الشياع إذا وجد منه فعلا حقيقة جدية ومصداقية وثبات من أجل حصول التغيير. أنا حقيقة الرجل أخ وصديق واعتز به، ولا توجد هناك أي شائبة عليه حقيقة من كثير من يعني الشعب الشعب العراقي. لكن بالتأكيد أخي الكريم، هذه التشنجات وهذه التقاطعات بين الأحزاب والجهات العراقية كمحاور وكجهات يعني مختلفة ما بينها تحاول أن تعرقل وتحاول أن تجد أي طريقة لتثبيط الهمم. لكن حاجة الشعب العراقي وحاجة العراقيين عموما أن نتخلصوا من هذا الوضع الراهن، أعتقد أن معظم أبناء الشعب عموم الشعب العراقي سوف يقفون من مع أي جهد مخلص وصادق لتخليصهم من هذا الواقع المرير، وأي جهد مخلص وصادق يتقدم خطوات إلى الأمام من أجل التحسين وتغيير الحال لأحوال أحسن. فيعني هناك فرص أمامه مع وجود معرقلات كثيرة كما قلنا داخلية وخارجية، لكن العزم والإرادة وحاجة الشعب العراقي ووقوف عموم الناس يعني عموم الشعب العراقي مع أي خطوة في صالحية، أنا أعتقد هذه سوف تكون يعني واضحة، لأن الشعب العراقي كان يمل من الوعود وعانى يعني معاناة كثيرة من ضعف الخدمات ومن تفشي الفساد ومن يعني الضعف في كل حقيقة الجوانب الإدارية والقضائية والاقتصادية والأمنية وغيرها. لذلك هو يتطلع خصوصا بعد انسداد دام تقريبا سنة من الانتخابات حتى تشكلت حكومة السيد محمد الشياع. لذلك نحن متفائلون إن شاء الله، وأنا أعتقد أن معظم حتى يعني بعض الجهات المناوية أو المعارضة عندما تجد هناك ثبات وقوة وعزم وإرادة على أرض الواقع تغيير حقيقي سوف تقف معه، وهذا ما نتمناه. طيب يعني أستاذ علي، تحدث الدكتور المطلق عن الدعم الشعبي للمكلف، هنا نتحدث عن احتياجات الشعب، يعني هي احتياجات وإشباعات إذا ما تم إشباعها بطريقة معينة، تعيينات خدمات إلى آخره، أكيد راح يكون أكو تأييد شعبي. ولكن ماذا عن الطبقات السياسية؟ وهنا نتحدث عن السياسة سواء الدولية الخارجية التي تضغط على الداخل، وأيضا الطبقة السياسية من الداخل التي تريد أن تحقق أجنداتها ومنافعها ومصالحها ومن الصديق قبل العدو. شوف أستاذ أحمد، العملية السياسية في العراق برأيي وبدون مبالغة قد يكون الفاعل السياسي الداخلي له تأثير ما يتجاوز 40%، والمؤسف أنه نتكلم لكن هذه الواقعية. التأثير الخارجي قد يكون أو الفاعل السياسي الخارجي تأثيره يصل من 60% إلى 70%. من محاسن الوضع الدولي الآن انشغال القوى الكبرى، وانشغال القوى الكبرى دائما علمنا أنه يعطي هدوء لمناطق الصراع والنزاع في أنحاء المعمورة. يعني منطقة الشرق الأوسط برأيي سوف تأخذ قسطا من الراحة بسبب الانشغال بالحرب الروسية الأوكرانية. بالمقابل هذه الحرب الروسية الأوكرانية الآن جعلت حقيقة أزمة كبيرة تعود من جديد إلى العالم، شبيهة بأزمة السبعينات وهي أزمة الطاقة. فبالتالي أزمة الطاقة تعود بالإيجاب على عموم دول الشرق الأوسط وخصوصا العراق. لذلك هذه المقومات برأيي سوف يتم استثمارها استثمارا أمثل من قبل السيد محمد الشياع وفريق الاستشاري وكابينة الوزارية وكذلك قوى الإطار التنسيقي التي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة جدا باعتبار أكثر الجماهير حقيقة دائما تقف وتحاسب الطبقة السياسية هو الجمهور الشيعي، وقد يصل إلى مرحلة الصدام. لذلك اللي نحتاجه الآن هو إجراءات سريعة. وحقيقة أنا سمعت يعني نصا من السيد محمد الشياع، الرجل تعامل بأهداف قصيرة المدى متوسطة المدى بعيدة المدى، يعني أخذ بنظرة الاعتبار قدر الإمكان خلال 6 أشهر صنع منجز على أرض الواقع
يدغدغ مشاعر المواطن العراقي على الأقل على مستوى الرفاهية الاقتصادية والمالية، وهذا حاضر بذهنيته، وأعتقد هو يمتلك هذه الإمكانية إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه الميزانية بس كل ما الله يعني حافظها وما أخذ الكاظم وربعة، لأن يوميا نسمع إحنا 3 مليار و 4 مليار، من المفترض عندنا تخمة مالية، هذه التخمة المالية مع وجود تأييد شعبي كبير جدا، مع وجود ائتلاف إدارة الدولة اللي يضع حقيقة كل الأحزاب داعمة للسيد محمد الشياع، وهذا حقيقة راح ينطي دفع معنوي كبير جدا في المرحلة القادمة. إذا نتكلم، وأنا حقيقة مو متفائل أنه بغرور، لا متفائل بواقعية، أنا أرى حقيقة رغم كل التحديات ووجود بعض الفواعل السياسية التي قد تكون عامل معرقل لنا، لكن أقول ذكاء السيد محمد الشياع مع ذهنية وخبرة قادة الإطار التنسيقي سوف يستطيعوا أن يروضوا على الأقل الأزمات الداخلية. أضف إلى ذلك أنه العامل الخارجي الآن بدأ يدرك أن استقرار العراق أصبح ضرورة على مسار مستوى الطاقة لكل دول العالم وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي للمرحلة القادمة. طيب أستاذ كامل، يعني إذا من هذا المنطلق مصائب قوم عند قوم فوائد، وطالما كان العراق المصائب اللي تجري في تعود بالنفع على بقية الدول في الإقليم أو العالم بأسرة، اليوم هذه المصائب اللي تجري في تلك الدول راح تعود بالمنفعة على الوضع الداخلي العراقي، بالتالي انشغالات عن العراق، ترتيب أولويات، شوي العراق تتوقع في هذه المرحلة راح يعيش بهاي البحبوحة؟ المعضلة الرئيسية الآن في الحرب الأوكرانية هو إيجاد بديل طاقة يعوض عن الغاز والنفط الروسي. نعم. محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لإطالة أمد الحرب مع إطالة الضغوط الاقتصادية على روسيا تجعلها مضطرة للبحث عن نفط وغاز بديل. العراق أحد الدول المقترحة لكي يكون لكي يصدر 10 ملايين أو 8 ملايين برميل كحد أدنى، طلبوا يعني بايدن طلب من العراق أن يرتفع مستوى إنتاج النفطي إلى 8 ملايين كحد أدنى وإلى 10 كحد أعلى. هذا بدون استقرار سياسي واستقرار إداري واستقرار مجتمعي لا يمكن تحقيقه، ولذا يعني وصلت رسائل إلى القوى السياسية العراقية أن حكومة إطارية مقبولة دوليا بشرط أن تؤدي إلى الاستقرار الذي يستطيع أن يطور الإنتاج النفطي. أنا ما أدعو أن يكون العراق ولا أتمنى أن يكون العراق بديل لدولة تحاصر ويضيق عليها، ولكن من الناحية السياسية ومن الناحية الأمنية نستفيد كما تفضل السيد علي الأستاذ على ضيفك الكريم في أن نستفيد من هذا الظرف بشكل إيجابي. قدرة العراق على تحويل الانشغال الدولي أو الورطة الأمريكية مع روسيا في أوكرانيا نوظفها توظيف جيد، توظيف إيجابي. شعبنا بحاجة إلى لمسة جراح تعالج آلامه السابقة، بحاجة إلى عملية تسكين تعالج قضية ارتفاع سعر الدولار، انخفاض القدرة الشرائية، إيقاف التعيينات، هذا إيقاف التعيينات وإيقاف يعني فرص العمل وعدم وجود قطاع خاص ناشط، هذه كلها عوامل تأثر. فبالتأكيد يحتاج العراق هذه الحالة الإيجابية ويحتاج توظيفها توظيف إيجابي لدعم الحالة الاقتصادية على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، على مستوى الإنتاج، على مستوى القطاع الخاص، وايضا اذا ما توفرت كما تفضل السيد علي سماها تخمه ماليه، هي وفره ماليه لحد الان يعني ما واصله الى حد التخمه، يعني نتريع دولارات بعد ما واصله الى حد تخمه ماليه. فبالنتيجه توجد فرصه جيده اذا استطاع العراق، واعتقد ان السيد السوداني سيحاول ان يتجه بها بالمركب العراقي الى هذا الاتجاه، واذا تمكن من ايجاد معالجات ولو انيه ولو معالجات سريعة لبعض المشاكل الحادة سوف يؤدي هذا إلى زيادة فرص نجاحه، لأن الآخرين سوف ينخرطون في مسيرته حتى الذين يعارضوا. يعني على سبيل المثال إذا حقق منجز اقتصادي على مستوى الطبقات الفقيرة أكيد أن جمهور التيار الصدري سيكون داعم له، سيكون مناصر له، سيكون مؤيد له، وهذا أيضا يزيل الكثير من قلق تأثيرات الشارع على استقرار الحكومة. القضية يعني متبادلة وهنالك يعني عملية تحريك متراكب على بعضه، فإذا استطاع أن يقدم إنجاز سوف يستطيع أن يخدم شريحة، هذه الشريحة سوف تقدم له دعم، هذا الدعم سيوفر له استقرار، سوف يستطيع أن يقدم إنجازات أخرى أكثر وأكبر. نعم. ضيف الكرام تفضل البقاء معي كي نتابع في الملف الآخر.
من جديد حياكم الله. عمليات السرقة اللي امتدت لأشهر وتعاظمت في المدة الأخيرة لم تتمكن الجهات الرقابية والمسؤولة من وضع حد لسلسلة هذه الممارسات اللي تستنزف خزينة الدولة. تجري عمليات الاختلاس مع جملة متغيرات على رأس هذه المناصب، استقالات وتكليف بدلاء. خلونا نفتح وياكم هذا الملف بتطوراته ومآلاته، لكن بعد أن نشاهد تقرير زميلنا علي حبيب. ثاني الاستقالات والإعفاء من مهام وزارة المالية يخطها الوزير بالوكالة أحسن عبد الجبار من حكومة تصريف الأعمال، والأسباب قيمة المال المهدور من حساب الضرائب والحقائق المروعة عن حجم السرقة والتي تجاوزت 3 تريليون دينار بحسب نص الاستقالة الذي تجاوز الورقتين. يشتكي فيه مقدم الطلب من توغل أخطبوط شبكات الفساد السياسي نظم الإدارة المالية واختراقها مراكز التحكم. الاستقالة رفعت كل اللغط عن أموال عائدات ضريبية مدخرة في مصرف الرافدين، وأكدت الوزارة صحة هذه المبالغ المفقودة لتدخل هيئة النزاهة على خط الأزمة سريعا، وأصدر القضاء أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار بشأن الثغرات التي أفضت لهذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام. ووسط هذه الفضائح المالية في حكومة منتهية الصلاحية، هناك تحرك نيابي كبير لعقد جلسة استثنائية واستضافة وزير المالية المستقيل وأصدار أوامر منع سفر بحق مسؤولين متورطين بشبهات فساد. فهذه الملفات المليارية التي تضخمت في الآونة الأخيرة نتيجة للتخادم السياسي بات من الصعب تفكيك خيوطها، فهي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء المكلف. والتعاون الوثيق بين الجهات التشريعية والرقابية والقضائية هو السبيل الوحيد في قوة الأمل لاستئصال هذه الظاهرة التي تجذرت في النظام السياسي ونخرت في خزائن البلد. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحابي بضيوفي الكرام الدكتور حامد المطلق والأستاذ علي فضل الله والأستاذ كامل الكناني. حياكم الله ضيوف الكرام. دكتور حامد المطلق، تحدث ضيوف الكرام بالملف الأول عن التخمة المالية والوفرة المالية. هسه من منافع الفساد السياسي يبدو أنه ما يخلي العراق ينصاب بالتخمة، فرأسا يصرف هاي الأموال وكل شيء يقعد بمكانه. نتحدث عن يعني 3 مليار، وين راحت الضرائب؟ وإحنا بعدنا دكتور حامد نتحدث عن حكومة منتهية الصلاحية، كانت حكومة تصريف أعمال، بعد ما أجت حكومة جديدة وبدأت تكشف المستور من الحكومة السابقة، نفس حكومة تصريف الأعمال بدأت تطلع ملفاتها. أخي الكريم، أهم النقاط التي يجب أن تعالج من قبل السيد السوداني هو معالجة الفساد، إن هو أساس دمار وخراب البلد وأساس كل المشاكل الأخرى. ضعف سلطة القانون وعدم اتخاذ إجراءات ومحاسبة الفاسدين هو الذي جعل الفساد يستشري بهذا الشكل المفضوح. فيعني أنا حقيقة يعني لم نسمع ولم نرى على شبكات التواصل الاجتماعي ومسامعنا من المواطنين العراقيين أن حالة الفساد أخذت متسع كبير وحيز كبير كما أخذت في هذه السنوات الأخيرة. وهذا هو أخي الكريم هو الذي أفقد الشعب العراقي ثقة بالحكومات المتوالية وثقة بالأحزاب. لذلك تأخرت هذه العملية السياسية لتشكيل حكومة على ضوء هذا الفساد وهذا الاختراقات الكبيرة التي أضعفت حتى الأحزاب السياسية فيما بينها وجعلت كل منها يتهم الآخر. لذلك أخي الكريم أنا من وجهة نظري أجد أهم النقاط التي على السيد محمد شيع السوداني أن يتخذها هو معالجة ومحاسبة موضوع الفساد ومحاسبة الفاسدين والأخذ بيدهم وتطبيق القانون وفرض سلطة وهيبة القانون لكي يكون عبر الآخرين ولكي يعيد ثقة المواطن العراقي بإجراءات الحكومة بهيبة القانون وسلطته، وبفعلا أن هناك توجد خطوات يعني حثيثة وجادة لمعالجة موضوع الفساد. أخي الكريم الفساد استشرى، وهذا الفساد يعني في 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 يعني في دوائر الدولة حقيقة هو الذي أضعف هيبة الدولة
وأسقط ثقة يعني أسقط هيبة الأحزاب وكل المسؤولين أمام أنظار الجمهور العراقي والمواطن العراقي. لذلك إذا اتخذ السيد السوداني إجراءات حاسمة وقانونية وفاعلة سوف يعيد ثقة الجمهور العراقي بشكل واسع بالعملية السياسية وبالحكومة الجديدة، وهذا ما نتمناه الحقيقة. حتى الأحزاب المعارضة للسيد السوداني عندما تجد هناك خطوات جادة وصادقة وتجد هناك رغبة من الجمهور وتأييد من الجمهور له سوف يغيرون وجهات نظرهم. وأنت تعلم والجميع يعلمون أن الشعب العراقي الكريم بات يعني مفقود يعني فاقد الثقة بكل الأحزاب وبكل الحكومات التي سوف تأتي. لذلك معالجة الفساد المالي مسألة مهمة وجوهرية جدا، على السيد السوداني أن يعطيها الأولوية قبل كل اعتبارات أخرى، لأن هي أساس المشاكل وأساس الخروقات الأخرى. طيب. وهذا أخي الكريم ما نتمناه. وإذا أردنا أن نتكلم عن موضوع الفساد المالي نحتاج إلى ساعات لكي نتكلم عليها، لأنه أخي الكريم المواطن البسيط أصبح لا يستطيع أن ينجز أي معاملة بسيطة ما لم يعطي رشوة لهذا أو ذاك. يعني أصبحت حقيقة بأمانة أقول لك كل يعني الدوائر الدولة ضعيفة وغير محترمة من قبل المواطن العراقي، لأن يشعر فيها ابتزاز وفيها فساد مالي وإداري كبير، وهذه كلها على حساب المواطن وثقة المواطن وسعادة المواطن. يعني بيفترض بها أن تقدم خدمة المواطن هي تخرق يعني كرامة المواطن وتعمل صعوبات على حياة المواطن أكثر وتعقيدات أكثر حقيقة. فهذا أخي الكريم أنا لا أستطيع أن أتكلم أكثر من هذا على موضوع الفساد المالي لأنه يحتاج الكثير والكثير. طيب أستاذ كامل، الدكتور مطلق يقول إذا نحكي على الفساد يحتاج ساعات. طيب مكافحة الفساد إيش قد راح تحتاج من عندنا وإحنا بعدنا ما صارت حكومة جديدة؟ لا زالت الحكومة المنتهية الصلاحية، حكومة تصريف الأعمال اليومية، هي من تكشف أوراقها بنفسها. خلنا نرجع إلى استقالة وزير المالية السابق علي علاوي، وتحدثنا عن سرقات كثيرة وكبيرة يعني عمليات النهب والتلاعب بتخصيصات الأمن الغذائي وتحويلها إلى أثاث مكتبي لمكتب رئيس الوزراء، وإجانا هسه وزير المالية الحالي تحدثنا عن 3 تريليون دينار سحبت من مصرف الرافدين، وبعدنا احنا اسم الله بالطبق. يعني هو القول أن حكومة الكاظمي حكومة فاسدة هو مدح وثناء وإطراء عليها. عجيب. هي مو حكومة فاسدة، هي بؤرة فساد تمارس الفساد كسياسة ممنهجة، وهي بالتالي يعني مثلا على سبيل المثال حكومة فاسدة بها فد مسؤول يبوق، بها فد مدير يبوق، بس الحكومة حينما يقال لها أنت حكومة تصريف أعمال ما يحق لك توقعين عقود، ما يحق لك تعينين، ما يحق لك تسوين كذا 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 كذا، هو يذهب الكاظم بذني كلهن يؤديهن يسويهن، هذني يسويهن ليش؟ حتما لمصالح مالية ومصالح إفسادية. فهو يأتي بفاسد وينقل فاسد ويوقع عقد فساد. ومثلا على سبيل المثال الكهرباء مع الأردن، هل فعلا الكهرباء قادرة، الأردن قادرة على أن تعطينا كهرباء؟ هل الأردن نفسهم هذا مثال بلهجتهم متمسخروا على هذا مثال إذا توجد إرادة فاسدة تحاول أن تفسد البلد، تحاول أن تدمر البلد. لذا الضربة الأولى للقضاء على الفساد هو إقالة الحكومة، الضربة الثانية إيقاف رئيس الوزراء ومحاسبته، والبدء بدرج الضائعات المالية دينارا دينارا في كل دوائر الدولة هو مسؤول عنها كرئيس وزراء. نحصل بالمسؤولية، المسؤولية القانونية، حتى لو الحرامي غيره، حتى لو السارق غيره، من الناحية القانونية هو المسؤول، ومن ثم نذهب إلى الوزراء ونذهب إلى الدرجات الخاصة. فبهذا السياق هو ما يمكن معالجة كل الفساد، ولكن معالجة السيستم النظام الفاسد، معالجة الأنظمة الفاسدة، معالجة مثلا كيف تحصل شركة معينة على عقد، هذا الطريقة حصول العقد لازم ننزهها من فرص الرشوة والفساد وكذا. كيف يحال هذا المشروع الاستثماري؟ وين صار المشروع الاستثماري؟ أي قطعة أرض الآن أعطيت بعنوان مشروع استثماري تحولت إلى قطع سكنية وبيعت بالمفرد؟ هذه كلها مؤسسات فساد، يعني نظام فاسد. فإحنا بحاجة إلى
أول مرة إقالة الحكومة بسرعة، يعني تشكيل حكومة بديلة بأسرع ما يمكن، منع سفر الدرجات الخاصة والكاظمي ووزراء بالدرجة الأولى. بعدين نذهب إلى معالجة الملفات ملف ملف، مثلا وزير مالية عليه 36-37 ملف فساد تجيبه، هو وزير نفط فاسد تعينه مدير يعني يدير لك وزارة المالية بالوكالة، هو مدير شركة نفط قانونا صادر قرار حلها انت تتمسك به وتخليه يمارس، هاي كلها يعني نظام فاسد، مؤسسات فاسدة، مو فقط شخصيات فاسدة يعني يديرها الكاظمي. ولذا انا اعتقد المرحلة يعني المسؤولية الاخلاقية الان على السيد السوداني الاسراع قدر الامكان، مو بس الوحدة، هو البرلمان لازم بسرعة يصوت له على تشكيل الحكومة الجديدة حتى نخلص من هذا السيستم الفاسد اللي اسسه الكاظمي ومستشاريه زبانيته اللي جابهم. طيب. ناس جوعانين وفقريات يردون ينهبون خيرات العراق. استاذ تامر، انت استاذنا بالاعلام، هسه اذا اقول حق الرد مكفول فهي حكومه منتهيه الصلاحيه، اذا نتحدث عن لربما نسميه تهان، فهو هو الوزير نفسه هو يكتب استقالته وياها مبررات الفساد. قطره الحياه نزلت من جباههم، يعني لما المحكمه الاتحاديه تقول له انت حكومه تصريف اعمال، في اليوم التالي يعين رائد جوحي رئيس جهاز مخابرات، يعني شنو؟ يعني مستهتر، لا يراعي قوانين ولا يراعي اي كلام. احنا مش عندنا شيء نخاف عليه، يعني هو هذا بلدنا جاي ينهب، اموال الشعب جاي تنهب، المواطن العراقي جاي يجوع، والحراميه جاي يبوع. ارجع لموضوع وزاره الماليه، هسه خاف يحاكمنا وخاف يشتكي علينا، خلي يحاكم وخلي يشتكي. يعني احاول اكون مهني بهذا الموضوع، ولكن نرجع على استقالتين لوزراء الماليه يا استاذ علي فضل الله، يعني بذات السطور كتبت الاستقاله وبين السطور ايضا مبررات لما حدث من هدر وفساد وايضاح نفس الوزير يقدم لك الشغل اللي ما قدر ينجزه. وزير الماليه قال مؤسسه قال سيستم فاسد. طيب. قال مجموعه كبيره، يعني هو اشار لها بنص استقالته هاي العباره. طيب على ذات النسق صار علي، يعني شلون نشوف انه مثل ما تفضل الاستاذ كامل هسه، وانه نفس الوزاره والاستقالات مقرونه بدلائل وماكو اي اجراء؟ المشكله يعني وين الاجراءات؟ ما شفنا احد يعني تحاسب، لا شفنا برلمان دزل على احد، لا شفنا منع من السفر ماكو. يعني قد يتحمل هذا البرلمان حقيقه، يعني ما اعرف هذا المسار القانون او الدستور منين جابوه انه البرلمان الحالي لا يستطيع ان يحاسب الحكومة تصريف الأعمال. ما أعتقد أكو هيك مادة دستورية أو قانونية، أنا رجل قانون، لذلك التقصير أيضا يقع على عاتق رئيس السلطة التشريعية اللي للأسف يعني في الأيام السابقة كان دوره ضعيف جدا أمام هذه المهازل. جانب آخر، يعني استقالة الوزيرين أنا سميتها حقيقة سياسة حقيقة القفز من السفينة الغارقة. الوزير مو لله بالله، لا الوزير الأول ولا الوزير الثاني كشف لنا هذه العورات السياسية وهذه المآخذ. لا، للأسف بعد ما أدركوا أنه هم الآن جزء من حكومة مثل ما سماها سات كامل، حكومة مفسدة، كتلة فاسدة، بؤرة فساد. فبالتالي هو يعتقد الوزير الأول والثاني من خلال هذه التبريرات سوف يبرئ نفسه. لا، الكل يتحمل المسؤولية. بما أنك تحملت مسؤولية إدارة وزارة، فبالتالي ما وقع من خطأ وما قدرت أنت تكشف قبل لا تقال أو قبل لا، أعتقد راح تحمل مسؤولية. اللي أقوله أني الآن دور السلطة التشريعية، وللأمانة إحنا البارحة كحركة حقوق كان عندنا اجتماع، الأستاذ المهندس حسين مؤنس بعد تشاور ويا اخوتنا بالحركه اخذنا على عاتقنا انه دور الرقابه الان من المفترض ان يسلط على حكومه الكاظمي التي عاثت في الارض فسادا. يعني على موضوع الدستور اعتقد ما خلت قيمه للدستور، بس وزاره واحده لو نفتح ملفات. طبعا طبعا انا بالمناسبه مو اعتباطا من قلت من المفترض عندنا تخمه ماليه، يعني انت عندك سنتين فوارق ماليه هائله في اسعار النفط بين السعر التخميني في الموازنه ما بين السعر الواقعي والحقيقي، اضف الى ذلك عندك الان واردات كبيره وكثيره جدا، يعني نسبه الضرائب اللي زادت، هاي كلها انعاش للميزانيه العراقيه على حساب حياه المواطن العراقي. انا اعتقد الخطوه الاهم على عاتق البرلمان السلطه الرقابيه للمرحله القادمه من المفترض ان يتم التركيز على كل الوزارات، يعني مو افكر اللجنه قال لا لا،
كل وزاره اسوي لها لجنه الان، من المفترض واذهب حقيقه وابحث في ادراج هذه الوزاره مبدئيا كحركه حقوق. احنا اخذنا على عاتقنا انه عذرا على قوة العراقي راح ننبش بالصغيره وبالكبيره، لان حقيقه الان راس الخيط مليارات. اذا دخلنا باطن العمليه السياسيه وعمليه الحكومه ايش راح نلقى من كوارث ماليه واقتصاديه. لذلك هذا مصير بلد. احنا حتى نفكر تكون حكومة السيد محمد الشياع قوية، من المفترض انه تنطلق حقيقة من ثوابت قوية. يجب ان نعالج الاخطاء السابقة، لان احنا انطلاقتنا راح تعود الى عمل الحكومة، الحكومة تصريف الاعمال. هذه الحكومة عندها مؤاخذات كبيرة جدا خصوصا في الجنبة المالية. لذلك السلطة الرقابية مطالبة ان يكون عندها عمل جاد وحقيقي. وبرأيي كاقتراح انه يتم تقسيم الان كل الوزارات في حكومة الكاظمي تكلف بلجنة من قبل البرلمان الحالي لتحديد مستوى الهدر اللي حصل في المال العام، وعلى أن يضمن حقيقة لكل الموظفين المسؤولين عن هذا الهدر، بالإضافة ابتداء من رئيس الوزراء مرورا بمستشاري ووزراء، حتى نستطيع أن نسترد ونبدأ بالمعالجة للفساد المالي والإداري. لأن التنظير شيء والمعالجة الحقيقة الميدانية شيء آخر. طيب دكتور حامد المطلق، يعني هسه اذا وزراء الماليه يتعاقبون على الوزارات، عندنا الثابت في وزاره الماليه السيده طيب سامي وكيل وزير الماليه ومعروفه على مستوى العراق بتعاقب هذه الوزارات، وظلت ماسكه بمفاصل هذه الوزاره، يعني وتحدثت ايضا السيده الوكيله بتاريخ 10/10 امامي وثيقه عن الأموال اللي سرقت من حساب الأمانات التابع لهيئة الضرائب من مصرف الرافدين على شكل 247 صك صادر من الهيئة العامة للضرائب بقيمة 3.7 تريليون دينار، وحددت الفترة من كذا إلى كذا وسمت أسماء الشركات التي دخلت ضمن هذا المخطط. هسه بعد عندنا ادعاء عام، عندنا هيئة نزاهة، عندنا لجان برلمانية، بالتالي المن بذيال من نشلب حتى يطلعونا حقنا؟ عفوا الكلمه الاخيره ما وردتني زين، بلا زحمه. خليها ذيال. بذيال من نشلب حتى نطلع حقنا. اخي الكريم، يعني احنا نتكلم اخوي الكريم المشارك، يعني تكلمنا كنا على موضوع الفساد قد ما نعشي به قليل. ويعني السيده طيف تكلمت حقيقه وانطت يعني نشرت يعني على يعني كل وسائل التواصل والصحف ايضا تكلم يعني سمعتها وتكلموا بها. موضوع الفساد اخي الكريم ليس هذا فقط، وموضوع الفساد كما تكلم الاخوه ليس موضوع يتعلق بوزير او بوكيل، او الموضوع استشرى في كل مفاصل دوائر الدوله. وبالتاكيد اخي الكريم السبب الرئيسي هو لغياب سلطه القانون، لغياب المتابعه الحقيقيه والجديه لمحاسبه هؤلاء الفاسدين. المطلوب الان تشخيص هؤلاء ومتابعتهم وتطبيق الاجراءات القانونيه لكي يشعر المواطن من فعل هناك جديه. اما اذا فقط استمر الحديث بالكلام كما نتكلم الآن، تكلموا الكثيرين في كل وسائل التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات، وتكلموا في كثير من يعني المحاضرات وكثير من الاجتماعات بين العراقيين، لكن نحن نريد إجراء حاسم، نحن نريد مصداقية في التعامل في المعالجة. هذا أخي الكريم لن يكون إذا لم يكن أشياء فاعلة وجدية وحاسمة من قبل السيد رئيس الوزراء الجديد، ونحن نتمنى له النجاح. وأنا أقول بأمانة أخي الكريم لن يستطيع أن يثبت جديته ونجاحه ما لم يأخذ على أيدي هؤلاء الفاسدين ويعالج موضوع الفساد عموما في دوائر الدولة ككل، لأنه أخي الكريم أصبح شيء مقرف جدا وشيء مفضوح جدا. ويعني كثير من يعني المراسلون تكيد يضعون العراق في 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 مقدمه الدول الفاسده، ربما المرتبه الخامسه او السادسه او العاشره من الدول الفاسده عموما، وهذا شيء لا يشرفنا ولا يتناسب مع قيم واخلاق الشعب العراقي
ولا مع حاجاته ولا مع الإمكانيات المتاحة له وهو أغنى دول العالم، سواء في النفط، في الموارد الأخرى، في الزراعة، في المنافذ الحدودية، في كثير من الأمور الأخرى. لذلك أخي الكريم، أنا أقول مهمة السيد محمد الشياع السوداني، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى من الشعب العراقي أن يدعمه. نريد منه أن تكون كإجراءات فاعلة وحاسمة لكي يكسب ثقتنا وثقة الجمهور بهذه الإجراءات. طيب. لأن الكلام فقط لا يجدي شيء ولا يعالج شيء آخر. طيب أستاذ كامل، يعني في سؤال أخير في دقيقة لو سمحت، يعني أيضا سيد المكلف نزل تغريدة يقول لن نتوانى في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد، وأشار إلى هذا الموضوع وخلى من أول الأولويات في سلم برنامجه هو القضاء على الفساد. إمكانية تحقق هذا النهج وهذا المشروع؟ يعني من الناحية الواقعية، هو رئيس السلطة التنفيذية لا يملك سلطات مباشرة على القضاء ولا على الادعاء العام، ولا يستطيع أن يتصرف لوحده في أي ملف فساد يعني يتم كشفه أو يتم الإبلاغ عنه. عذرا للمقاطعة، القضاء أيضا ما يروح يستقصي هذه الأفعال ما لم ترد شكاوى ودعاوى. هسا أنا أنت سألتني، خليني أجاوب على دور السيد السوداني بالدقة. دور السيد السوداني عليه أن يشكل مظلة قانونية دائمة للمؤسسات المرتبطة بمعالجة الفساد، مثل النزاهة، الرقابة المالية، القضاء، أي قاضي محكمة يحتاج إلى دعم وإسناد، أي مؤسسة تحتاج إلى موقف شجاع، هو يشكل المظلة. هو رئيس سلطة تنفيذية، حينما تصدر الأحكام التنفيذية تتحول إلى مثلا وزارة الداخلية، وزارة العدل، الشرطة، القضاء. فالمرحلة الأولى هو مرحلة تشكيل مظلة حمائية لتقوية مؤسسات الدولة التي تعالج الفساد، الرقابة المالية، كل دائرة بها هسه ربما يعني أشكال مختلفة من المفتشين العامين، من المراقبين، من المحاسبين، هذه العمليات، العمليات الحسابات الختامية، عمليات المشاريع، عمليات العقود، كيف يتم إحالة العقود للشركات، هذه كلها بها زوايا من الفساد كبيرة جدا. والسيد رئيس الوزراء يستطيع أن يشكل مظلة قانونية حمائية تقوية هذه المؤسسات، فينتج عنها ملاحقة الفاسدين، ترجع لبعدين للسلطة التنفيذية، إلى وزير الداخلية، الوزير العدل، إلى مديرية شرطة معينة، مديرية جهاز أمني. ولكن ابتداء عليه أن هو أعلن هذا، وهو يستطيع أن يفعل ذلك، هو يمتلك كتلة برلمانية كبيرة يستطيع أن ينفذ من خلالها ما يعتقد به يفيد البلد ويفيد القضاء ويفيد معالجة الفساد. في نصف دقيقة إذا سمح أستاذ علي، من اختصاصك القانوني، يعني تحالف إدارة الدولة، إدارة الدولة هل يوفق المكلف بإدارة مفاصل هذه الدولة من رئاسات ومن سلطات؟ قطعا من المفترض اكو غطاء سياسي لعمل الحكومه، واحنا نظام برلماني استاذ احمد، كلما كانت الكتله البرلمانيه قريبه من السلطه التنفيذيه كلما كانت السلطه التنفيذيه سريعه الانجاز. واذا بحاجه الى القضاء طبعا نرجع وين احنا برايي الان نحتاج الى تفعيل ديوان الرقابه الماليه باعتبار هو جهاز تنفيذي رقابي. راح اقول لك رقابته بعديه ولو 9 سنوات ولو ختامية. احنا باعتبار لا مو كان اكو تعطيل بالحكومات السابقه، كان المفروض هو خطوه بخطوه ويا الحكومه، وعنده تقرير سنوي، هذا التقرير السنوي الغرض من عنده يقدم حقيقه للحكومه حتى يعرف وين مستوى النجاح وين مستوى الفشل. اذا تعطل بالدورات السابقه فمن المفترض ان يعالج في هذه الدوره. اشكرك شكرا جزيلا استاذ علي فضل الله، مستشار الاعلامي لحركه حقوق، والشكر الكثير لحضرتك الاستاذ كامل كناني الكاتب والاعلامي. حياك الله. والشكر موصول لجناب الدكتور حامد المطلق رئيس حزب الحوار والتغيير، حدثنا عبر الاقمار الصناعيه من بغداد. شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه الحلقه. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.